شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رني المشاط شهد توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق. أوضح الوزير أن الإنفاق الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو والمخطط تنفيذه على مدار 60 شهرا يستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة. في سوق المال أنهت البورصة المصرية منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين على جانب وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.70 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 2% تقريبا مغلقا عند مستوى 29915 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.95% مغلقا عند مستوى 6821 نقطة، فيما صعد أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.13% مغلقا عند مستوى 9803 نقاط. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط انخفاضا بعد الموافقة على مقترح يهدف إلى حل الخلافات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.3% لتصل إلى 77.17 دولار للبرميل، فيما تراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.4% مسجلة 73 دولار 75 سنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.95% مسجلة دولارين 32 سنتا للتر، فيما أيضا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.70% مسجلة دولارين 2.69 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن معدل التضخم ارتفع إلى 193.94%، ذلك في يوليو الماضي من 136.67%، وذلك خلال النصف الأول من العام. كانت بيانات النصف الأول من العام هي أول بيانات تضخم تنشر للبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 التي أدت لتدمير الاقتصاد ونزوح خمس السكان. وفقا للجهاز المركزي للإحصاء سجل التضخم في فبراير الماضي قبل الحرب وآخر معدل تضخم سنوي معلن 63.63%. أكدت وكالة رويترز للأنباء أن قطر للطاقة تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية لتزويدها بإمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة بالكويت. وأشارت رويترز إلى أن الاتفاق من شأنه تزويد الكويت بثلاثة ملايين طن سنوية من الوقود المنقول بحرا على مدى 15 عاما من مشروع حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026.